على خلفية إلغاء الدرجات الوظيفية التي خصصت لتربية محافظة كربلاء، نظم العشرات من المتقدمين لهذه الوظائف وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية، مستغربين القرار الذي صدر مؤخرا القاضي بإلغاء هذه الدرجات وإعادة الترشيحات، مؤكدين ظهور أسمائهم بلائحة التعيينات. بان هاي التاخير اكو اجندات سياسيه وبراها، ونواب سابقين ونواب حالين محسوبين على كربلاء، ومع العلم هم اصلا ما محسوبين. ليش؟ بسبب مصالحهم الشخصيه. مين اكثر من سنه قدمنا على هاي التعيين مال التربيه، قالوا انتظرنا حد ما طلعت اسماءنا، قسم طلعت اسماءنا، فكو طبعا قسم محاضرين صارهم سنه وسنتين يداومون، بعدين طلعت اسماءنا، انتظرنا، قالوا الاعتراضات، انتظرنا الاعتراضات صار لنا كم شهر وجرجره هاي مال التربيه. طبعا اللي هناك نتفاجئ بقرار يقولون ماكو ما قرار مجلس المحافظه من وزيره ما اعرف شنو، يقولون للغه التعيينات. احنا هنا اليوم اجينا وقفه احتجاجيه وراح نبقى واقفين لحد ما يعلنون اصدار الاوامر مالتنا، لان احنا طلعت اسماءنا بالتعيينات وراها دزوا علينا، روجنا معاملاتنا وكملناها، بقت التدقيق، بقت التدقيق واعتراضات، صار شهرين الاعتراضات ما طالعة لا المدرسين ولا المعلمين الجامعيين. هسه تفاجئنا وانصدمنا بقرار مجلس الوزراء الغاء التعيينات. الحكومة المحلية من جانبها قالت إنها لن تسمح لأي جهة سياسية أو حكومية بالتدخل بشؤون التربية والدرجات الوظيفية، مؤكدة أن العملية تسير وفق معايير محددة. في تربية محافظة كربلاء المقدسة سارت بطريقة وبآلية شفافة جدا، وهناك شكاوى قد في باقي المحافظات، لكن في كربلاء المقدسة لم نسمح بأي تدخل لا لمسؤول حكومي ولا لجهة سياسية ولا لجهة عشائرية ولا لأي آخر، وفق نظام ومعايير موجودة. وهي أصلاً بالتعليمات العامة هناك نقاط ترجيح أعطيت للمحافظات، نقاط ترجيحية إضافية واستخدمت فقط. التعيينات سارية المفعول وماضية باتجاه، لأنها مضت بمعايير حقيقية وواقعية وبدون تدخلات. في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد، تدخلات حزبية وسياسية بالدرجات الوظيفية الخاصة بمديرية تربية المحافظة بحسب بعض المتقدمين الذين ظهرت أسماءهم. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.